معاكم في استديو شاي الضحر. الأبناء نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهما زينة الحياة ومرحلة الحمل من أصعب المراحل اللي تمر فيها المرأة، ومرحلة التخطيط الحمل أيضا تصاحبها بعض المعوقات اللي تأثر سلبا على فرص حدوث الحمل وتأخرها نتيجة لأسباب كثيرة من أهمها التصاقات الرحم. هذا الموضوع راح نسلط عليه الضوء لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير. إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، راح نرحب بضيفتنا الدكتورة ماجدة خليفة اليتامى، استشاري أمراض النساء والولادة ومساعدة الإنجاب وأطفال الأنابيب. صباح الخير دكتورة. صباح النور. حياك الله معنا. أهلا وسهلا. ما شاء الله عليك خبرة في هذه المواضيع لما نتكلم فيها. ولكن دكتورة يعني اليوم يعني فاطمة ذكرت في المقدمة هناك سبب، يمكن ما نقول سبب كبير ولكن يعتبر من أحد الأسباب اللي تسبب العقم عند بعض خلينا نقول السيدات، وهي نسبة من 15 إلى 20%. وأحدها طبعا التصاقات الرحم. نبي بالبداية نعرف السادة المشاهدين شنو هي أصلا التصاقات الرحم. طبعا بالنسبة حق التصاقات هو نوعين. نعم. في التصاقات اللي بالحوض اللي هي تأثر على الأنابيب اللي هي تلقط البيضة وتدخلها داخل الرحم، فهو الأغلبية اللي تكلم على التصاقات فهي التصاقات في الحوض. طبعا هذا يفرق عن التصاقات داخل الرحم. لا. هذا لأسبابه وهذا لأسبابه، بس أكثر شيوعا اللي هو التصاقات اللي بالحوض اللي هي تأثر على الأنابيب اللي هي حلقة الوصل بين البويضة والحيوان المنوي عشان يتم التخصيب. نعم. وما هو التصاقات الرحم؟ شنو التصاقات الرحم؟ قلنا هو التصاقات. نعم. يعني أسباب، هل في أسباب رئيسية؟ طبعا أسباب وايد، أهم الأسباب هي وجود جراحات سابقة، جراحات سواء تتعلق في يعني أمراض نساء أو أسباب جراحية. أي جراحة داخل الحوض ممكن تؤدي التصاقات، جراحة في الأمعاء ممكن تؤدي التصاقات، التهابات الدودة الزايدة ممكن تؤدي التصاقات لأن تجربة من المبيض. نعم. مثلا وحدة تعرضت إلى عمليات إزالة التليف أو عمليات إزالة أكياس مثل داء بطانة الرحم. طبعا عدة أي وحدة أو أي سيدة تتعرض إلى جراحات داخل الحوض ممكن تؤدي التصاقات. تكرار العمليات فتح البطن ممكن لو تكررت أكثر من يعني أكثر من مرة ممكن تؤدي إلى التصاقات. إذا أي جراحة داخل الحوض ممكن تؤدي إلى التصاقات، إلى جانب حدوث اللي هو التهابات، التهابات التناسلية بكثرتها إذا ما عالجناها ممكن تؤدي إلى التصاقات في الأنابيب. طيب دكتورة أنا سؤالي بس على الموضوع اللي نتكلم فيه، يعني بالنسبة لأنواع الجراحات حضرتك دكتورة ذكرتي أنها ممكن تسبب إلى هذه الالتصاقات، هل في حل ممكن يقدم الدكتور يعني في هذه الحالة إذا مثلا كحل وقائي أنه ما يصير عند المرأة التصاقات، ولا الموضوع يقتصر يعني ما يقتصر على الموضوع هذا ممكن حسب مناعتها، ولا شنو هو الموضوع؟ طبعا بالضبط؟ حسب مناعتها، حسب جسمها، تعرضت إلى مضاعفات ولا ما في مضاعفات، أي عملية جراحية يصير فيها مضاعفات نسبة التصاقات تصير أعلى. نعم. هذا ممكن تؤدي إلى أسباب الجراحة نفسها، يعني مثلا إحنا ذكرنا الدودة الزايدة إذا نعم. فيها التهاب داخلي وصديد وكذي، هذا يعني معظم الحالات تؤدي إلى التصاقات في الحوض وتأثر على المبيض. فإذا نوعية الحالة نفسها والتصاقات، وجود مضاعفات ولا ما في مضاعفات، طبعا أي جراحة بالحوض، أي جراح يقوم بعملية جراحة لازم يعطي مضادات حيوية. نعم. ما في جراحة طبعاً تصير بدون جراحة كوقائية، هي تكون طبعا وقائية. نعم. لكن شنو تفاعل الجسم مع هذه الجراحات يختلف من شخص لشخص. نعم. عقب ما تعرفنا على التصاقات الرحم وأسبابها، أكيد في علاج دكتورة مع تطور ما شاء الله الحين الطب والعلم. إحنا ذكرنا التصاقات اللي هو بالحوض. نعم. في شيء اسمه التصاقات داخل الرحم. التصاقات داخل الرحم عادة هم نتيجة جراحات داخل الرحم أو إنه يكون نتيجة التهاب هم داخل الرحم، فعلاج الالتصاقات الخارجية غير التصاقات داخل الرحم. الخارجية ممكن نسوي منظار ونفكك الالتصاقات، لكن إذا وحدة مثلا أنابيبها تسكرت أي شيء يخترب ما راح يطبيعي،
فبهالحالة بدل ما نضيع وقتنا بتفكيك الالتصاقات ونتائجها غير مضمونة نسوي أطفال أنابيب. هذا أسرع حل. أسرع حل وأأمن حل وأكثر نسبة نجاح. يعني بالسابق كانوا اللي عندها التصاقات في الأنابيب نحط ميكروسكوب وفتش الالتصاقات ومع هذا ما تنجح العمليات، نسبة نجاحها قليلة. فالحين مع تقدم الحين العلم والطب فقمنا نسوي أطفال أنابيب، فأنت مو محتاجة الأنبوب عشان تسوي الأطفال أنابيب، تخص بين البويضة وترجعين الجنين داخل الرحم بدون ما تستخدمين الأنبوب. فعشان كذي جت فكرة أطفال أنابيب، لأن كانت هذه العمليات نسبة نجاح فيها مو عالية. يعني هذا الموضوع يخلي فعلا الوحده يكون عندها هذا الامل ان شاء الله يا رب الله يرزقهم باطفال، اذا كانت عندها مشكلات ومثلا حاولت تتعالج وللاسف يعني تاخر الحمل عندها بالنسبه لاطفال الانابيب. يعني النسبه ايش كثر مضمونه دكتوره اللي تروح تلجا على طول لاطفال الانابيب بعد ما يئست من المحاوله؟ للمحاوله نسبه نجاح للمحاوله يعني 50% اذا مو اكثر، يعني نقول من 50 الى 60%. طبعا يعتمد اهم على عمر السيده اللي تحاول، فالعمر وايد له تاثير. نعم، بما ان احنا بلشنا حديثنا عن العقم وان اساسا التصاقات الرحم هي من مسببات العقم، اكيد في اسباب كثيره للعقم. احنا نقرا يعني نطلع على امور كثيره في وسائل التواصل الاجتماعي ايضا من خلال مقابلاتنا السابقه، فياريت تذكري لنا دكتوره ابرز هذه الامور اللي تخص العقم، اكيد في اسباب غير التصاقات الرحم. انزين، هو طبعا اول شيء نروح حق تعريف منو شنو العقم او متى تاخر الحمل. في ناس تحس بالهم لما يتاخرون 3-4 شهور 5 شهور 6 شهور ان هي عندها مشكله. تعريف ان تاخر الحمل هو لما يصير يعدي السنه، يعني ليه سنه طبيعي من علاقه زوجيه منتظمة، يعني مثل وحدة زوجها مسافر مثلا 6 شهور وتقول أنا صار لي سنة لأن ما صارت في علاقة زوجية منتظمة. فإذا هو التعريف من بعد سنة. طبعا الأسباب ترجع للزوج أو للزوجة. للزوج يمكن الحين أكثر من يعني نص الأسباب يكون ترجع للأزواج مو للزوجة. فإذا ضعف السائل المنوي، الحركة عند الزوج، هذا جانب من الجوانب. بالنسبة للزوجة عندنا طبعا أكثر شيء عند الكويت اللي هو تكيس المبايض. أنا وايد أحب أنبه الكلمة، في وايد لبس بين كلمة تكيس وبين أكياس. التكيس معناته ضعف التبويض. التكيس هو عبارة عن مرض استعداد وراثي ناخذه بالجينات ملوتنا، ناخذه يعني انت يصير عندك استعداد وراثي للتكيس. تشخيصه شلون يختلف عن الاكياس؟ يعني طبعا الاكياس شيء كبير، التكيس شيء صغير. العكس، التكيس يصير عندنا ما عندنا تبويض، البيضات صغيره محتفظه داخل المبيض ما قاعد تطلع. الكيس هو شيء كبير بالحجم، عشان كذي يا نعطي له علاج يا نشيله يا نشفطه. فاذا هو شيئين مختلفين. فالتكيس بالكويت هو أكثر شيوعاً من أشياء ثانية، لأن هنا عندنا نسبة السمنة عالية. هو مثل أي مرض بالدنيا، تكون أنت حاملة الجينات بس متى يبين عليك؟ لما الواحد يزيد وزنه. أي فإذا التكيس هذا طبعاً وايد منتشر في يعني في الكويت والمناطق المجاورة. عندنا مثلاً ضابطان الرحم ممكن تأثر على الزوجة. طبعاً قلنا التكيس هو مرتبط في التبويض. نعم. فاذا لو يعني احنا حسنا من التبويض او عالجنا التبويض احنا عالجنا التكيس. مثلا داء بطانه الرحم، التصاقات، هذه كلها اسباب. او في مشكله في الرحم نفسه خلقيه، ان الرحم فيه عيوب خلقيه ممكن تؤدي. نعم. طبعا هم هذه نسبه قليله مو كبيره. كل هذه تؤدي الى تاخر الحمل. نعم، ايضا الهرمونات دكتوره تؤدي يعني الى العقم. الهرمونات هذا احنا قلنا هو التكيس لا علاقه في خربطه بالهرمونات. ليش؟ شلون؟ لان ما عندي تبويض. لما الوحده السيده ما يصير فيها تبويض، مثلا انا ما عندي، في عندي لخبطه، في قله مثلا يكون عندهم القده الدرقيه، في عندهم هرمون الحليب مرتفع. هذه طبعا كلها اسباب ممكن تؤدي الى تاخر الحمل. يعني مثلا اذا وحده عندها القده الدرقيه هذا مو سبب انها ما تحمل، بس ممكن يتاخر الحمل عندها، بس علاجها وايد بسيط. نعم. نعم. اذا وحده مثلا عندها هرمون الحليب مرتفع او نشاط في القده النخاميه
هم هذا مو سبب كافي انها ما تحمل، بس ممكن ياخر الحمل. نعم. طيب المهم انها تاخذ خطوه وتراجع الدكتور، لان الوقايه خير من العلاج. أكيد. لازم تقي نفسها. طيب دكتوره، مع وجود هالاسباب هذه بالنسبه يعني كل وحده وحالتها اكيد تفرق عن الثانيه، طبعا اكيد، هل لازم تعالج الحاله بالبدايه؟ مثلا ان في شخصيات عندها تكيسات او اكياس، فهذا يفرق عن هذا. طبعا هذا علاج، هذا علاج، هذا علاج غير عن هذا. زين ليش احنا دائما المفهوم عندنا واحد بالنسبه للمجتمع؟ مو هذا هو. انا عشان شيء حبيت يعني انبه، لان يعني وايد من يعني لما مراجعين يونو وكذي يملتبس عندهم، مثلا تقول لي والله فيني تكيس، وهو اصلا مو في تكيس، هي في كيس صغير، قد يكون هذا نتيجه تبويض او يكون نتيجه داء بطانه الرحم، فهو مو تكيس. التكيس معناته عدم انتظام الدورة، معناته ضعف التبويض، يصحبه كثير من زيادة السمنة، زيادة ظهور بالشعر بالجسم، هذا هو التكيس. هذه مؤشرات تبين إيه؟ عندها المشكلة. نعم. هذه دكتورة، دائما في مجتمعنا خاصة ما بين النساء في جمعاتهم يكون في نصايح مثلا لبعض السيدات، إنه والله أخذي هالعشاب هذه، شربي هالشاي هذا، هو اللي راح يعني يحلك مشكله مثلا الهرمونات. وهي مشكله كبيره، وهي وايد توجهين نصيحه للسيدات. يعني في وايد من الاعشاب او مثلا ياخذون من على قولتهم طب شعبي بعض الاشياء، في عسل وشي، فبعضهم يكونون حاطين فيهم ادويه مثل الكلوميد ومثل الاشياء هذه، بس بطريقه غير صحيحه، بطريقه تاخذها كل الوقت بكميات غير مدروسه. فوايد يونا سيدات تشوفين تسوين تحطين سناب تلاقين اكياس، مو كيس يا ريت، اكياس كبيره، لان في هذه الاشياء او العسل المضاف للاشياء غير مدروسة هذه، أو أعشاب معينة بكميات كبيرة ممكن يكون لها تأثير سلبي، لأن أنت ما تدري شنو تأثيره. طبعا غير الإرشادات اللي يعطونها حق السيدات في بداية الحمل، وتكون سيدة وتكون أشياء غير صحيحة وممكن تؤدي إلى التهابات وإلى التصاقات. نعم. طريقة عكسية، مثلا تقول لها لا إذا صارت العلاقة الزوجية لا تقومين بسرعة، وقعدي ساعة ساعتين، أو قعدي للصبح، هذا كله يؤدي إلى التهابات، والتهابات بالتالي راح تدخل داخل وتؤدي إلى التصاقات. فإذا هذه أشياء مو صحية الناس تتبعها في مجتمعاتنا للأسف يعني. والأطباء موجودين ما شاء الله، والاستشاريين، فالسؤال بالنسبة للاستشاري أسهل وأفضل طبعا. وأدق أكيد بالنسبة للسيدات. شكرا للدكتورة منزل هتامة على حضورك معنا، يعطيك ألف عافية. شكرا، شكرا للدكتورة. شكرا. راح ننتقل معاكم لزاوية مميزة، كثير من السيدات يحبون الديكور وخاصة ديكورات الريف الفرنسي، راح نتعرف على أسس اختيار الديكورات الفرنسية والريف الفرنسي مع مصممة الديكور هادي الشريعان.